بسم الله الرحمن الرحيم. في عدد الإصدار من مجلة جاك فويس بالإنجليزي، المجلة مكتوبة in English Gag Voice is written magazine but in Arabic it is voice. فكل التسجيلات الصوتية تسمع أو من يشترك في المجلة يسمع التسجيلات الصوتية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اليوتيوب، وتأتي كذلك في عن طريق رسائل واتساب وفي تويتر وممكن فيسبوك، لأن المجلة تحتوي على حلول مستقبلية فيما يخص الأمان أو الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المالي. لا نريد أن نتحدث عن كلام مستهلك نسمعه كل يوم، وتأتي أنظمة وبيانات في كل بلد عن أزمة القمح. قد سمعنا طبعا من الرؤساء في يتكلموا عن الموضوع ده، وأزمة الغذاء ككلية، يعني أكبر الدول، رؤساء أكبر الدول، أمريكا، تكلم الرئيس بايدن عن بنفسه عن أزمة الحليب، حليب الأطفال، وهذا من صلب الغذاء. وتكلم الرئيس الأمريكي، الرئيس الروسي عن القمح، وأيضا الأوروبيين أو رؤساء فرنسا وألمانيا. هناك تهديد، وبريطانيا طبعا، بريطانيا أشد حاجة إلى القمح في الدول الأوروبية الكبيرة، والدول الأوروبية كثيرة منها من يحتاج القمح، يعني غير مصدرة، ليست كل الدول. أوكرانيا طبعا من أكبر الدول المصدرة، ومعروف الكلام بسبب حرب أوكرانيا، فالتهديد عالمي. فهذا الكلام مستهلك، يعني بنسمعه ويستجد دائما. لكن المجلة تتحدث عن أو معتني اعتناء المجلة ومقالاتها في المنتجات اللي هي الآن اللي هي موجودة، تعتبر بومينج، يعني عليها طلب، مثل ما هو موجود من المشاريع مع شركائنا في علي بابا. وحتكون المجلة تبين كيف يتم المشروع من قبل المستفيدين. نأتي على أول مشروع أو مشروع في
البداية، بداية إصدار المجلة. طبعا ممكن إصدارات المجلة كل شهرين، فالعدد اللي يعتبر كيك ستارت. وفي مشروع طبعا الأهم سمي ثجاج، مأخوذ من ثلاجة جودة أسر جميلة. ثجاج طبعا له رقم أعلى، يعني كل المشاريع اللي تدخل تحت السكيورتي وتحت أمن غذائي وأمن الإنسان، حياة الإنسان، يعني نقص الغذاء أو الماء، يعني حتى الماء يدخل في 02. فالرقم 02 طبعا تي دي سي مر علينا موجود، اللي هو Total Duration Course TCD، لكن TCD هنا اسمينا طبعا هو Total Duration Course، يعني ما هو توتال كورس دوريشن كما هو مبين في الصفحات اليسرى من المجلة. طبعا المجلة مثل الكتالوج يعني للمشاريع، يعني عدد الإصدار وعدد الانبثاقة. طبعا نحن ما نحب نقول الأول ولا الأخير، يعني تأملا إنه ما يكون لها بداية ولا نهاية، يعني بدأت كده، يعني ما هي الأول، يعني ممكن في أشياء قبلها مثل المشاريع هذه موجودة، يعني كلها موجودة، يعني قبل فكرة المجلة، ممكن قبل 5 سنين، قبل 6 سنين، اللي هي سريعة، يعني زي هذا المشروع اللي بنتكلم عنه التي دي سي، تحت التي دي سي 502. تحت 504 سيكون مثلا ما يخص النقل، تحت 508 ما يخص التعليم، الكوريكولوم والمجلة والكتابة، أسرة بداية ولا نهاية، يعني بدأت كده، يعني ما هي الأول، يعني ممكن في أشياء قبلها مثل المشاريع هذه موجودة، يعني كلها موجودة، يعني قبل فكرة المجلة، ممكن قبل 5 سنين، قبل 6 سنين، اللي هي سريعة، يعني زي هذا المشروع اللي بنتكلم عنه تي دي سي،
تحت التي دي سي 502، تحت 504 سيكون مثلا ما يخص النقل، تحت 508 ما يخص التعليم، الكوريكولوم والمجلة والكتابة، أسرة التحرير يعني اللي هي 508، و502 اللي هو بعدين 200 تخص الناس الكوميونيتي، يعني زي هذا المشروع كولد ستور. طبعا هنا قلنا اسم المشروع بروجكت تايتل، فذكرنا اسم المشروع ثلاجة جودة أسرة جميلة ثجاج لسهولة الحفظ، يعني لما نتكلم بالعربي ثجاج، بالإنجليزي الاسم اللي هو Food Security 200 FM 200 FS، لكن ما يهمنا الآن اسم المشروع بالإنجليزي، يهمنا اللي هو مكونات المشروع بالنسبة للناس يعني، فسميناه Family Members Shareholders اللي هو FMSH لشهرة Family Members، يعني انهم 200 هذول Family Members. حتى حددنا كل او 5 عوائل مشتركين في ثجاج، قد يكون مساحة 40 متر مربع او مدري 25 متر مربع غرفة 5 في 5. وطبعا سنبدأ المشروع، سيبدأ المشروع في جدة اللي هو مخزن، وفي أدراج يعني لكل شخص درج، وطبعا في إيجار، احنا قلنا نحن 200 اف ام اس اتش ولا فمش، فمئتين فمش يعني فاميلي ممبر يعني المشتركين، ويتبعوا 5 عوائل يعني كل عائلة 40. طبعا قد تتوزع مثلا يكون كل شخص $100 في السنة، يعني كل $10 يدفع عن كل شخص في السنة، فالعيلة اللي عندها 40 في 100 ب$4,000. هذا ليس السنة، هذا التأسيس اللي تدفع دفعة كاملة، بعد كده استمر ممكن دفعة شهرية، يعني الشخص $100، فأول $20,000 للتأسيس، بعد كده هم يدفعوا إيجار. طبعا الإيجار هذا مقابل إيش؟ الخدمة يعني ممكن يكون بعض العوائل يطلبوا أسبوعيا التوصيل، بعض العوائل يطلبوا كل أسبوعين، فهذه مقابل الخدمة، يعني لكل شخص $100 في السنة، يعني في الشهر $10، 40 ريال تقريبا، أو 100 جنيه أو 200 جنيه. طبعا هنا حكاية المبالغ مهمة، يعني كأنه مشروع تكافلي، والثلاجة هذه متاحة فيها أدراج 200 درج، يعني يعبيها الشخص. طبعا نفس الثلاجة المشروعة لثجاج يساعد، يعني ممكن الطلبية دي يطلبوها 200 سوا، يعني مثلا ينحط فيها مكرونة
نحط فيها شعير. طبعا حنبين الخدمة انه هي تخدم تحط مثلا كل درج لشخص في 4 أجزاء مكرونة شعير ممكن لحم مجفف. طبعا يفضل في الثلاجة انه ما يكون في شيء رطب يعني يتلج، يعني ما في شيء مثلا زي التمر، وممكن الدرج يصير فيه تمر ولحم مجفف ومكرونة، يعني 4 أشياء، 2 للحوم واثنين وشعير واثنين للحبوب مثلا. فيفضل المكرونة والشعير زي ما هو للشراب، يعني لما ياخذ الشخص من درجه الشعير يستطيع انه يعمل شراب الشعير او التلبينة، يعني يطبخ الشعير بالماء مع المكرونة مثلا، فأخذ غذاء القمح. طبعا المكرونة زي اللحم المجفف، يعني صعب انت الطحين نفسه ما يعيش. طبعا اللي يحب يحط طحين يحط، ممكن نخلي الدرج 5، وفي حسابات كل شخص نصيبه قديش، يعني بمعنى ممكن لو في ناس ما سحبوا من شيء يتاح للناس التانيين، ففي بينهم هي كلها 5 عوائل وكل عائلة فيها 40 شخص. طبعا نقارن الحل ده بحلول أخرى، يعني عائلة واحدة زي ما دحين حاصل مثلا في أمريكا وفي كثير من الدول اللي ما عندها حلول زي كده، فيحب الشخص يعني عائلة واحدة مثلا 2 ولا كبار في السن. دائما الكبار في السن هم اللي، فمثلا زي في أمريكا 2 كبار في السن اشتروا مخزن كامل ب$40,000 2، لكن هنا 200، وبعدين عندهم على أساس أسلحة وكذا أنه أنا أحمي حتى من جيراني، يعني هم الآن بيفكروا أنهم يتقاتلوا، لأنه لو صارت مجاعة حيهجموا عليهم الناس. طالما أنت تبغى تضرب نار، طيب أفرض إلا جو 100 وانتو نفرين، فما في مجال للإنسان يفكر تحزب يعني عائلة. وممكن تكون العوائل موجودة في بيوتها ويروح لها في عربيات في سيارات، يعني يروح لها ديليفري، يعني ما حد يشوف، يعني كأنه من سوبر ماركت. على أساس أسلحة وكذا أنه أنا أحمي حتى من جيراني، يعني هم الآن بيفكروا أنهم يتقاتلوا، لأنه لو صارت مجاعة حيهجموا عليهم الناس. طالما أنت تبغى تضرب نار، طيب أفرض إلا جو 100 وانتو نفرين، فما في مجال للإنسان يفكر تحزب يعني عائلة. وممكن تكون العوائل موجودة في بيوتها ويروح لها في عربيات في سيارات، يعني يروح لها ديليفري، يعني ما حد يشوف، يعني كأنه من سوبر ماركت، ما حد يشوف هذه العائلة كيف بيجيها ايش بيجيها، لأنه يعني ممكن بعد كده انه صعب حتى في سوبر ماركت واشياء. المهم انه لما يصير شح
في الغذاء لا هم عندهم مأمنين. مثلا احنا بنحسب 50 أسبوع، الشخص مثلا يحتاج ربع كيلو، فعندنا 50 أسبوع فالمفروض اتناشر كيلو ونص من المكرونة للشخص، أو 12 كيلو، ومن الشعير مثلا. الشعير في ميزة إنه يكتر، يعني شعير كيلو شعير ينتج لك ممكن 5 كيلو، عكس القمح فهو للشراب، يعني للمرقة الشرب أو شراب، ممكن يحط عليه، يضاف عليه زبيب، يضاف عليه سكر. طبعا ما حتصير أزمة في السكر، قصب السكر وشيء، لأن السكر متاح في كل الأشياء، في الفواكه، في كذا، ما حتصير أزمة في الخضار، حتصير أزمة في المنتج اللي مرة في السنة، ما حتصير أزمة في التمور مثلا، لأن الناس ما بيستهلكوها كثير. فالمهم نجي على 200 في 100 دولار، هذه 20,000 دولار، كأنهم عندهم صندوق دائما فيه 20,000 دولار. فهذا يتيح لهم فرصة حتى تبادل الأغراض، 5 عوائل فقط. طبعا ما في بيع، اللي بده يبيع وكذا ياخذ نصيبه. ما في طلب نصيب أكثر من كفاية أسبوع أو أسبوعين، يعني تحديد قال لك اديني حق أسبوعين، خذ حق أسبوع. في ناس عايزين بالأسبوع. ومهم اللحم المجفف، يعني شح اللحم في السوق، فاللحم المجفف ينحط مع المكرونة، ينفرم تقطع ماشي. كان في عنده خبز، كان عنده في قمح بحبوبه، فطحن سوى بيتزا سوى كذا. فالقمح يكون في سنبلي، يعني ما على اساس اتذكر يعني الرؤيا، رؤيا الملك داروه في سنبلي في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف المشهور. طب انا اكتفي بهذا القدر. طبعا المجلة يعني حتكون مربحة لأنه في قيمة التصميم مثلا 20,000 دولار، فالتصميم بكم؟ مثلا ممكن يكون ب1,000 دولار 5%، وبعدين كل سنة 5%، اللي هي الإدارة والتصميم. طبعا في مجموعة ممكن يشغلوا 5 ثلاجات، هم يكونوا 8 أشخاص مثلا، يشغلوا 5، يشغلوا 40 إدارة، يعني ممكن يكون اللي في الإدارة يوصل دخله الشخص 3,000 دولار أو 50,000 دولار في السنة، 60,000 دولار في السنة، اللي هم 8 تكتر الثلاجات، يعني يبدأوا 5 عوائل أو 4 هم اللي نحن موجودين فيه.
فلو سارت 1000 ثلاجة فلهم نصيب. طبعا يقل النصيب يعني ما يأخذوا كل المبلغ، فالألف مثلا لو أخذوا 100,000 في الشهر 10%، 100,000 دولار في الشهر على 4 أشخاص وعندهم هم يعني 25,000 دولار دي عندهم إدارة وبزنس يصرفوا عليه، يطلع له هو ممكن 5,000 دولار. طبعا نحن نترك الموضوع انه مثلا تدخل 4 آخرين، لان يعني المجلة هذه فيها 4 أشخاص، نديهم مثلا نساعدهم يعني بعد ما تكتمل مثلا 100 ثلاجة في 5 500، بعد كده ممكن نعطي ناس تانين. وهنا نتكلم ناس تانين، ما هي الثلاجة هذه مي محدودة الشخص فين أو العائلة فين، تكون عائلة في أمريكا ممكن تكون، بس طبعا للعوائل العربية. يعني مثلا الثلاجة اللي هي كيك ستارت هذا المشروع الأول أولى بي للمنطقة مصر بلد الأربعة العاملين، مصر والسعودية أو جدة، جدة والقاهرة أو جدة ومصر. فالتسجيل ممكن يكون ب$100 عن كل فرد، وهذه سريعة التنفيذ. أكتفي بهذا القدر وشكراً.